أبدأ معك سيدة مرح. يعني في بداية حملة هاريس الانتخابية ربما أظهرت تفوقا على ترامب في الملف الاقتصادي، سرعان ما تراجعت نسبتها، نسبة تأييد برنامجها الاقتصادي، وتقاربت ربما مع ترامب إن لم تقل عنه بدرجة. لماذا جاء هذا التراجع في رؤية الأمريكيين لبرنامج هاريس الاقتصادي؟ مساء الخير لك ولجمهور القاهرة الإخبارية والضيوف الكرام. بداية، التقرير الذي قدمتموه وافي جدا ويشمل كل المحاور، ولا جديد نضيف عليه إلا قراءة سياسية لما تفضلتم به من تقرير وفير الحقيقة. بالنسبة للسيدة هاريس، جاء برنامجها الاقتصادي متأخرا جدا، وهي أصلا جاءت متأخرة إلى الانتخابات، يعني كان لديها فقط 3 أشهر لتثبت نفسها بعد وتعرف الناس بداية بشخصها وببرامجها ثم بالبرنامج الاقتصادي الذي هو جزء من برنامجها الانتخابي. بالنسبة للرئيس الأسبق ترامب، هو كان رئيسا لمدة 4 سنوات، وكان الاقتصاد في عهده في حالة رخاء ووفرة. أسعار الوقود كانت منخفضة، كانت قريبة من دولار أو دولار ونص، أعلى شيء وصلت إليه الآن هي تفوق 4 دولار. تجد الآن المواطن الأمريكي يقود مسافات طويلة حتى يبحث عن محطة للوقود، يشتري منها وقودا أقل مما موجود في المدينة، الأسعار مرتفعة جدا. هذا رقم واحد. فعندما يأتي الناخب ليقارن بين الرئيس ترامب وبرنامجه الاقتصادي الذي جربه 4 سنوات، كانت الأسعار معقولة جدا، أسعار المواد الغذائية، الحياة المعيشية، حركة بيع العقارات وشراء العقارات سارية بشكل طبيعي جدا لأن الفائدة كانت منخفضة، بينما هي العكس على عهد بايدن وهاريس طبعا لأن هي شريكة في الحكم لمدة 4 سنوات. يأتي الناخب ويقارن بين شخص يعرف تمام برامجه الاقتصادية، جرب معه 4 سنوات من الرخاء والوفرة للمواطن الأمريكي، وبين فترة السيدة هاريس التي هي شريكة مع الرئيس بايدن، هناك غلاء أسعار يعني غير معقول بالمواد الرئيسية والمواد الغذائية، هناك تضخم كبير، هناك بطالة، هناك الوقود مرتفع الأسعار، فهذا تحديدا في الاقتصاد، ناهيك عن الأمور الأخرى.